السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة مع اول حلقة من شرح منهج كونكت برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وده منهج كونكت العادي مش كونكت بلس، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي دي اول صفحة في الكتاب، بنكتب هنا النيم والسكول، نيم الاسم والسكول المدرسة، الكلاس طبعا الفصل بتاعنا، وسكول يير، سكول يير يعني العام الدراسي 2020 2021 وهكذا. طبعا ده الكفر الداخلي للكتاب. remember يعني تذكر، ده characters او الشخصيات، وانا طبعا عندنا 6 characters او 6 شخصيات في منهج كونكت وكونكت بلس كمان. اول حد معانا هو مس منى. مس منى طبعا موجودة معانا في المنهج ده. صديقتنا كمان بيزي بي، بيزي بي موجودة معانا. وهنا هانا، هاني، اميرة، ويوسف. وطبعا الكونتنتس او المحتوى، وهنا بيقول لنا theme 3 او المحور الثالث، how the world works او كيف يعمل العالم. وطبعا هنا المحور الثالث بينقسم ل 3 units او لثلاث وحدات، unit 7 و unit 8 و unit 9. unit 7 اسمها into the countryside يعني في الريف، طبعا countryside يعني الريف. unit 8 a trip to the store يعني رحلة الى المتجر، وهنا طبعا بيكلمنا عن المتاجر المختلف ونتعرف عليها في اليونت دي. unit 9 at the farm او في المزرعة، وطبعا هنتكلم في اليونت دي عن الفارم او المزرعة والحيوانات الموجودة فيها والنباتات كمان المختلفة. theme 4 او المحور الرابع، communication التواصل الاتصال، وهو بينقسم ل 3 units او 3 وحدات. اول unit هي unit 10 it's home time انه وقت المنزل. انه وقت المنزل طبعا بيكلمنا احنا بنعمل ايه في البيت والاوقات المختلفة بنعمل فيها ايه بالظبط. unit 11 at the toy store او في متجر اللعب، في محل الالعاب، at the toy store. unit 12 go straight on او اذهب مباشرة. طبعا هنتعرف على اليونتس دي بشكل مفصل واحنا بناخدها مع بعض. طبعا بعد كل ثيم في حاجة اسمها review، بيبقى فيها مراجعة سريعة كده على الحاجات اللي خدناها في الثري يونتس بتاعت كل ثيم من الثيمز دي. وفي الاخر خالص في حاجة اسمها فيكشن ريدر او قصة خيالية، والقصة الخيالية الموجودة عندنا اسمها the water bomb او مضخة المياه. طبعا زي ما احنا شايفين ده scope and sequence اللي هو التتابع بتاع المنهج من unit 7 حتى unit 12. وطبعا theme 3 اسمه how the world works او كيف يعمل العالم. واول يونت في theme 3 او في المحور الثالث unit 7، وهي into the countryside او في الريف. وطبعا زي ما قلنا countryside يعني الريف. وهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر listen اسمع and read واقرأ. فهنا اصحابنا موجودين وبيتكلموا مع بعض، بيسألوا الجراند ماذر او الجدة وبيقولوا لها بعض الاسئلة وهي بترد عليهم. طبعا ده بيكون عن طريق السيلفون او الموبايل فون او التليفون المحمول. فهنا اول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا الجراند ماذر او الجدة قاعدة في البارك او في المتنزه، وده طبعا في الكنتري سايد او في الريف. فهنا صديقتنا بتقول لها where are you grandmother، انت فين يا جدة، where are you يعني اين انت، grandmother يا جدة او يا جدتي. فالgrandmother بترد عليها وبتقول لها
I am in the park. I am in the park. أنا في المتنزه. It's beautiful. It's beautiful. يعني إنه جميل. There is a rainbow. There is a rainbow. هناك قوس قزح. In the sky. In the sky. في السماء. يبقى مرة تانية. I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. فصديقتنا هنا بتسألها وبتقول لها Is there a bench in the park? Is there a bench in the park? Bench يعني مقعد. طبعا المقعد اللي احنا بنقعد عليها دي اسمها bench. وطبعا زي ما احنا عارفين park park يعني متنزه. فالجدة بترد عليها وبتقول لها Yes. نعم. There is يعني هناك. هناك في مقعد. هناك في مقعد في البارك. I am on the bench now. I am on. أنا على the bench now. المقعد دلوقتي. أنا قاعدة على المقعد دلوقتي. ولازم ناخد بالنا أصحابي إن هنا لما هي بتقول لها is there يعني هل هناك. ودي طريقة سؤال لما باجي أسأل حد عن حاجة مفردة فبقول له is there هل هناك. فلو فيه هو هيقول لي yes there is. Yes there is يعني نعم هناك. مرة تانية is there يعني هل هناك. وهي بتسألها دلوقتي على البنش فبتقول لها is there a bench هل هناك مقعد. فالجدة ردت عليها وقالت لها yes نعم there is هناك. نعم هناك. فصديقنا هنا بيسأل الجدة وبيقول لها is there a river هل هناك نهر. فالجدة بترد عليه وبتقول له no there isn't. وناخد بالنا كويس ان طبعا لو هو بيسألني بيقول لي is there هل هناك وهو مفيش فعلا فاحنا مش هنرد عليه ونقول له yes there is لان مفيش. فهنرد عليه ونقول له no يعني لا there isn't لا ليس هناك. و isn't هنا هي is بالظبط بس احنا اضفنا عليها not not والاختصار بتاعها n apostrophe t يعني لا ليس هناك. يبقى مرة تانية لما الحاجة اللي انا بتسأل عليها موجودة بقول yes there is. Yes نعم there is هناك. لكن لو الحاجة اللي الشخص التاني بيسألني عليها مش موجودة بقول له no there isn't. No there isn't لا ليس هناك. وطبعا لما باجي أسأل حد عن حاجة موجودة ولا لا بقول له is there يعني هل هناك الحاجة اللي أنا بسأل عليها دي. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 3 أو صفحة رقم 3. وهنا listening and speaking. listening يعني الاستماع and speaking والتحدث. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع point usher and say وقل. ومدينا مجموعة صور للحاجات اللي احنا ممكن نشوفها في الكانتري سايد او في البارك. الكانتري سايد زي ما احنا عرفنا اللي هي الريف والبارك المتنزه. اول حاجة ممكن نشوفها هي الفلاور. a flower يعني وردة او زهرة. a park يعني متنزه. grass يعني عشب يعني حشائش. a tree يعني شجرة. a river يعني نهر. a plant يعني نبات. وهنا بيزي بي بتقول لنا color يعني لون. فزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي هي مدينا الصورة دي فيها flower في النص ومكتوب على الاوراق بتاعتها الار ومكتوب في النص بتاعها y. ومدينا كمان في نفس الرسمة الجراس او الحشائش مكتوب على الورق بتاعها جي. ومدينا كمان تري او شجرة مكتوب على الورق بتاعها جي مكتوب على الستم بتاعتها بي. وهنا بيزي بي بتقول لنا دي الالوان اللي احنا نملى بيها اللوحة. فلما نلاقي حرف الجي موجود في حتة هنحط لون الجرين يبقى جي يعني جرين. R يعني red B يعني brown B يعني brown يعني بني. Y يعني yellow
واي يعني يلو يلو أو أصفر. فمرة تانية هنلون الأماكن اللي فيها حرف الجي دي باللون الجرين أو اللون الأخضر، والأماكن اللي فيها حرف الآر دي باللون الريد أو اللون الأحمر. المكان اللي موجود فيه حرف الواي ده هنلونه باليلو أو اللون الأصفر، والأماكن اللي جواها حرف البي ده هنلونها بالبراون، البراون أو باللون البني. وطبعا الأوراق اللي عليها جي دي هنلونها بالجرين مرة تانية. وآخر حاجة بيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and answer and answer وأجب using yes using yes مستخدما نعم there is هناك or أو no لا there isn't لا يوجد هناك. الكلام اللي احنا قلناه من شوية لما حد يسألني على حاجة ويقول لي is there يعني هل هناك، لو الحاجة اللي هو بيسألني عليها موجودة بقول له yes there is yes there is يعني نعم هناك، لو الحاجة اللي هو بيقول لي عليها is there ومش موجودة فبقول له no there isn't no there isn't لا ليس هناك. وطبعا في الاخر خالص بيدينا هنت كده او ملحوظة عن الكلام المفروض نكون اتعلمناه في الصفحتين اللي فاتوا، فبيقول لنا في اللانجوج او في اللغة لازم نكون عارفين is there a flower هل هناك وردة او زهرة، فبيقول لي yes there is نعم هناك لو هي موجودة no there isn't لا ليس هناك. والفوكابلاري او في الحصيلة اللغوية لازم نكون عارفين يعني ايه beautiful يعني جميل، rainbow يعني قوس قزح، bench يعني مقعد. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها reading او القراءة. فانا هقرا دلوقتي وانتوا هتقروا معايا وهنرسم في الاخر الحاجات اللي احنا هنقراها مع بعض في البيج دي في المكان الفاضي الموجود في البيج من تحت. فاول حاجة بيزي بي بتقول لنا listen يعني استمع للي انا هقوله، بعد كده read يعني اقرأ، هتقرأ بعد كده بعد ما انا اقرأ الحاجة انت هتقرأها ورايا، and draw يعني وارسم. فهنا مكتوب يا اصحابي in the park في المتنزه There is a river يعني هناك نهر. Plants يعني نباتات. Grass يعني حشائش. And a tree وشجرة. يبقى في مرة تانية in the park there is a river plants grass and a tree. In the park في المتنزه there is a flower هناك زهرة. That I love to see هذا ما أحب أن أراه. هذا أنا أحب أن أراه. وفي التكست التانية بيقول لنا أصحابي in the grass في الحشائش there is an ant في نملة. ant يعني نملة، يبقى الحشائش موجود في نملة. in the flower في الزهرة There is a bee هناك نحلة. In the tree في الشجرة There is a bird هناك طائر. That I love to see ما أحب أن أرى. يبقى احنا عرفنا هنرسم هنا البارك أو المتنزه، هنرسم فيه الريفر، وهنرسم فيه التري، ونرسم فيه البلانتس، ونرسم فيه الجراس، ونرسم فيه الفلاور، وهنرسم فيه الجراس الانت او النملة، ونرسم على الفلاور البي او النحلة، ونرسم على التري او على الشجرة البيرد او الطائر. وبكده نكون رسمنا او عملنا دروينج للحاجات اللي احنا عملنا لها ريدنج او قرأناها مع بعض من شوية. وآخر حاجة هنا لازم نكون عارفينها في البيج دي إن there is ممكن نختصرها ونكتبها بالشكل ده there apostrophe s
يبقى there's ممكن نكتبها there's. there's يعني هناك، هي نفس معنى there is، بس دي الطريقة المختصرة في الكتابة بتاعتها بالأبوستروفي اللي احنا عارفينها كلنا. و there isn't، there isn't اللي هي there is not، there isn't هي there is not زي ما قلنا من شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لجزء الرايتنج او الكتابة. بيزي بي بتقول لنا هنا اصحابي look انظر read اقرأ and write and write واكتب. يبقى هننظر، هنعمل looking، بعدين هنعمل reading او هنقرأ، وفي الاخر خالص هنكتب او هنعمل writing. فهنا هنكتب ايه يا اصحابي؟ yes there is او no there isn't. يبقى لما نلاقي العبارة مكتوبة تحت الصورة هنقول yes there is، لو الحاجة مش موجودة هنقول no there isn't. فهنا زي ما احنا شايفين في الصورة الاولانية في bird، والbird ده موجود واقف على الجراس، وهنا بيقول لنا is there a boy، هل هناك boy، boy يعني ولد، on the grass، on the grass على الحشائش. شاطرين طبعا هنكتب هنا no there isn't، no there isn't، لا مفيش ولد واقف على الجراس. الصورة التانية فيها fish طبعا موجودة في الريفر او في النهر، فبيقول لنا هنا is there a fish in the river، is there a fish in the river يعني هل هناك سمكة في النهر. طبعا شاطرين كلكو هنقول yes there is، yes there is، نعم هناك سمكة في النهر. وهنا في التري الجميلة دي طالع منها ليمون او ليمون، ومكتوب تحت الصورة is there a lemon on the tree، هل هناك ليمونة او ليمون، هل هناك ليمونة على الشجرة. is there a lemon on the tree، شاطرين طبعا هنكتب yes there is، yes there is يعني نعم هناك. واخر صورة موجود فيها flower جميلة، ومكتوب تحت منها is there a bee on the flower، is there a bee on the flower يعني هل هناك نحلة على الفلاور او على الزهرة. شاطرين طبعا هنقول no there isn't، no there isn't، لا مفيش نحلة طبعا على الفلاور. وهنا بيزي بي بتقول لنا ask اسأل and answer واجب using new words، using مستخدما new words الكلمات الجديدة. فهنا صديقتنا بتقول is there، هل هناك a bird on the grass، a bird on the grass طائر على الحشائش. فصديقتنا التانية بترد عليها وبتقول لها yes there is. وبكده نكون اخدنا لحد page number 5 وانهينا معها اول جزء من المنهج. اتمنى ان انت تكون استفدت، لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.